كيف تقيم الموقف على الأرض؟ يعني هل الأوضاع تشي بإطالة أمد هذا الصراع أم بقرب حسمه؟ مساء الخير، مرحب مساء بك الخير. ومرحب بالسادة المشاهدين جميعا. حقيقة نعيش اليوم السادس من الصراع المسلح، وواضح أنه هنالك رغبة في استمرار الصراع رغم البدنة الأولى والثانية والثالثة اللي تم خرقها، وبالتالي كانت موافقة قادة القوات المسلحة والدعم السريع على أنهم يوافقون على الهدنة وعلى التفاوض واستجابة للمناشدات، لكن يبدو أن هنالك عدم سيطرة على قوات الدعم السريع. هي كمجموعات يحصل خرق للهدنة ثم تبدأ الاشتباكات، والقوات المسلحة تحاول أنها تقدم الخدمات، تحاول أنها ترسل أتيام لخدمات الكهرباء والمياه، ولكن واضح أنه في إصرار من قوات الدعم السريع على أنها تتحدث أنها موجودة. لا زالت تواصل في وسط الخرطوم تواجدها وتحركاتها بمجموعات صغيرة. هنالك استهداف للمدنيين حقيقة في الطرق وفي الارتكازات التي أغامتها هذه القوات، وهي ارتكازات متحركة، ليست هنالك سيطرة على مواقع معينة ولكنها تبدأ بالتخريب، تبدأ بالهجوم على الأسواق، الاعتداء على المباني الحكومية، نشاهد ألسنة النيران، كل هذا يدخل في عملية التخريب وحرق الأرض. لذلك المعركة الأولى هي حسمت منذ اليوم الثاني، تم تأمين المطارات، تأمين محيط القيادة، إخراجه من القصر الرئاسي. هم الآن يجب أن يعترفوا بأن وضعهم لم يكن بنفس تخطيطهم. تخطيطهم كان واضح أنه استهداف بعض المواقع واحتلالها وإعلان أنهم توصلوا إلى ما يريدون. الآن في مناشدات أعتقد أنها من الأشقاء في جمهورية مصر العربية. الإخوة في ليبيا أعلنوا بيان أنهم لا يتدخلون ولا لديهم أي طرف لديه مصلحة في استمرار الحرب في السودان، بل دعوا إلى وقف القتال والهدنة. أيضا دولة الإمارات بالمشاركة مع مصر لديها مبادرة، اليوم سيعقد اجتماع للأمين العام للأمم المتحدة، اجتماع افتراضي مع الأمين العام للاتحاد الأفريقي وللإيجاد وللدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالأمر للسودان. أعتقد أنه في الساعات القادمة قد يكون هنالك تغيير كبير في الموقف، هدنة إنسانية تسمح بتقديم الخدمات، تسمح بعلاج المرضى وخروج العالقين في المناطق المتأثرة بالاشتباكات. هنالك محاولة لوصول إمدادات من خارج العاصمة، تم التعامل معها بالطيران صباح اليوم، وبالتالي هذه الصورة عسكريا وسياسيا على الأرض. ونتمنى أنه تكون الناحية الإنسانية هي الفيصل في توقف هذا القتال. هل تتوقع بالفعل استجابة هذه المرة لكل هذه المبادرات سيادة اللواء؟ والله في تقديري أنه الحديث اللي أدلبه والفريق البرهان والفريق حميدي حديث فيه نوع من المسؤولية وإحساس بالورطة الموجودة الآن، وهذه المناشدات من أعلى مستويات في العالم. يعني إذا فشلت لا أعتقد أنه العالم الآن سيتفرغ مرة أخرى مثل ما تفرغ في الساعات الماضية. يجب أن يلتقطوا الأنفاس، يحاولوا الحصول على هذه الفرصة. الخلاف بدأ سياسي، لا بد أن ينتهي سياسي عبر التفاوض، لا يوجد صراع مستمر إلى النهاية. والتاريخ الغريب والبعيد والتاريخ الإنساني يتحدث أنه أي صراعات انتهت باتفاقات وبتفاوض. مسألة الخيارات الصفرية تقود إلى نتائج عدمية، يعني الحديث عن إفناء الآخر أو تدمير الآخر، هذه أصلا لن تقود إلى نهايات مرغوبة. أعتقد أن الفرصة الآن مواتية للحصول على هدنة يمكن أن تتطور إلى وقف إطلاق النار.
ولكن يعني في حديث الفاينانشال تايمز وتصريحات المتبادلة كان إلقاء اللائمة وإلقاء التهم بشكل متبادل بين الجانبين، والحديث عن أو هكذا عنونت الصحيفة أن الجنرالين يتحدثان عن يعني خوض أو المضي قدما حتى النهاية. أنا أعتقد برضو حديث الساعات الأخيرة، يعني قبل التفاوض كل طرف يحاول أنه يضغط ويتخذ موقف تفاوضي قوي، وبالتالي مسألة إلى النهاية دي، النهاية دي معناها شعب، أنت تتحدث عن شعب ليس تريد أن تحكم. صحيح. من يعني في النهاية تحكم هذا الشعب المدمر أو هذه الدولة المدمرة؟ أعتقد أنها أحاديث الساعات الأخيرة قبل التفاوض وقبل الهدنة، ولا يمكن البناء عليها طبعا، لأنه هذه الأحاديث لا تعني تطور إنساني. تطور الإنساني تختلف، تدخل في صراع، ولكن تكون لهذا الصراع نهايات. من يملك يعني هذا القرار، قرار توقف الحرب؟ يعني برأيك ما هو الهدف الاستراتيجي الذي يمكن عنده أن تنتهي هذه الحرب؟ لكل جانب طبعا خططه وأهدافه، ومن أجلها دخل هذا الصراع. القوات المسلحة كانت تتحدث عن هذه قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة تمردت، ومن يتمرد يجب أن يحاسب ويعاقب، هذا أمر مقبول، لكن العقاب والمحاسبة هي بعد انتهاء القتال. أيضا الدعم السريع يتحدث عن أنه يريد أن يصل إلى غاية الدولة ويسلمهم للعدالة، هذا أمر غير مقبول، يعني الأصغر لا يتحدث عن الأكبر بهذا المستوى، وواضح أنه في خلل في النظرة الاستراتيجية، في خلل أصلا في العلاقة، في خلل أصلا في إدارة الدولة في السنوات الماضية. الدولة كانت تسير غاطرة برأسين، لا بد من تعديل هذا الموقف، ولا بد من وجود جيش واحد، وإدماج الدعم السريع مسألة نهائية، يعني لا فيها تراجع. لا يمكن أن يكون في دولة ديمقراطية مقبلة على انتخابات موجود جيشين أو حتى عدة جيوش، إذا افترضنا أن الحركات المسلحة إلى الآن لم تنفذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها في اتفاق جوبا 100%. لذلك هذا أمر طبيعي، أما أن ترفض الطبيعي والمنطقي ويكون لديك خيارات أخرى فهذا أمر غير مقبول، وقد يقود فعلا إلى أن القوات المسلحة والشعب السوداني كله الذي يغيب معها أن يكون في عداء مع الدعم السريع. أنا أتخيل أنه المستشارين على قيادة الدعم السريع أن يراجعوا موقفهم مع هذه المناشدات والنداءات، وأن يراجعوا استراتيجيتهم كيف تكونوا وإلى أين يسيرون وماذا يريدون من المستقبل وما هي خططهم المستقبلية. برأيك هل يمكن الحديث أو إحياء المسار السياسي بعد هذا الصراع؟ بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة بدأت الفترة الانتقالية في الاتجاه نحو مدنية الحكم، وأعجب العالم بالثورة وقدم حزم من الحوافز، عقدت مؤتمرات في باريس، في برلين، في الرياض، وزار رئيس الوزراء السابق العالم، وتم إعفاء السودان من الديون وفقا لاتفاقية الهيبك، وصلنا إلى نقطة القرار. كل هذه الحوافز تدل على أن الانتقال الديمقراطي مرغوب محليا وإقليميا ودوليا. كونه يتم خلط الأوراق والتراجع عن هذا المسار هذا أمر غير مقبول. الشعب السوداني يريد الديمقراطية، يريد مدنية الحكم، التسوية السياسية وفقا للاتفاق الإطاري اللي وقع فيه كل القوى السياسية والقوى العسكرية، حتى الطرفين المتصارعين الآن وقعا على هذا الاتفاق، وكان تم تحديد الأول من أبريل للتوقيع النهائي، ويوم 6 توقيع الدستور، ويوم 11 أبريل توقيع تعيين الحكومة وتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء. إذن هو أمر وحلم يحلم به الشعب السوداني، لذلك لا بد من الرجوع للتسوية. قد يحدث تغيير في الفاعلين، قد يحدث تغيير في دخول فاعلين جدد بعد هذا الصراع، ولكن الهدف هو انتقال الديمقراطي ومدنية الحكم وتحقيق حلم الشعب السوداني الذي عانى كثيرا وتحمل كثيرا من الشهداء في سبيل الوصول إلى الديمقراطية. نعم. يعني اسمح لي أن أنوه لهذا العاجل على يعني
أو طبقا لتصريحات على لسان الجيش السوداني، تدمير أرتال عسكرية للدعم السريع كانت متجهة للخرطوم. إذن الجيش السوداني يصرح بتدمير أرتال عسكرية للدعم السريع كانت متجهة للخرطوم. سيادة اللواء، يعني هنا الحديث عن مثل هذه التصريحات بغض النظر عن أنها متبادلة وأن أيضا قوات الدعم السريع تتحدث عن يعني عمليات مشابهة، لكن يعني هذا يأخذنا إلى منحى آخر، تسليح قوات الدعم السريع، يعني وجود أرتال عسكرية، هي مثل هذه الألفاظ تطلق على الجيوش النظامية، هل تعتقد أن قوات الدعم السريع تتلقى تعزيزات من جهات خارجية؟ هذه التعزيزات تصل من قواعدها في مناطق دارفور وهي المناطق الحاضنة القبلية، ليست هنالك أطراف خارجية حتى الآن تدخل في هذا الصراع. قد يكون الوصف غير دقيق في مسألة أرتال، هي مسألة دعم اللوجستي في مركبات، وقد يكون مطلوب ذخائر، قد يكون مطلوب مواد تموين القتال، خاصة المواد البترولية لانعدام الآن في العاصمة. لذلك هي الحاضنة موجودة في مناطق دارفور، لديها معسكرات، لديها حاضنة شعبية قبلية. نعود مرة أخرى لإنشاء الدعم السريع. الدعم السريع عندما أنشئ لتقديم إسناد القوات المسلحة في منطقة دارفور، ولذلك كل احتياجات موجودة في منطقة دارفور. حضور هذه القوات الخرطوم تم بناء على استدعاء من النظام السابق عند قيام ثورة ديسمبر في 11 أبريل 2019، حضرت هذه القوات ولكن انحاز قائدها للثورة، يعني هذه محمدة، وتغلت مناطق سياسية. لذلك إلى الآن هذه القوات هي تعتبر مساندة للقوات المسلحة، لديها معسكراتها، لديها يعني التكاليف التي تم تكليفها بها، سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو من الأمم المتحدة لمحاربة الفكرة غير الشرعية، لكن هذا لا يعني أن هي تحاول أن تكون هي الدولة. هي قوة إسناد للقوات المسلحة، لديها حدود. أما التطلعات السياسية فلا غبار عليها أن يتم الدمج ويخرج الرادع ليكون حزب سياسي ويدخل في اللعبة السياسية مثله ومثل بقية الحركات التي كانت مسلحة وانضمت وتحولت إلى أحزاب سياسية. هذا هو الطريق، لكن طريق العنف هذا لم يجدي نفعا، يعني في كل الدول الأفريقية والدول العربية اللي هي تعاني الآن من أن وجود قوات عسكرية منفصلة عن الجيش الوطني وتحاول الدخول بالعنف، لم تجد لذلك سبيلا. عندنا دول جوار دروس موجودة، فلماذا نغض الطرف عن هذه الدروس وندخل بنفس الخطأ وندمر بلادنا من أجل أهداف سياسية؟